طيب اليوم حنحكي ونكمل اخر مرحله بالسوكت بريزرفيشن تكنيكس. تذكروا نحن كفي فاست ريهرسل عملنا، حكينا على الاستخدام ريزوربل ميمبرينز، وحكينا على استخدام النون ريزوربل ميمبرينز. التو تكنيكس اوف سوكت بريزرفيشن، شو الماتيريالز اللي بنستخدمها، شو التكنيك، شو الفرق بيناتهم، امتى بستخدمي امتى بستخدمي، واللي ما شافوها للحلقه يرجعوا للحلقه اللي عملناها بودكاست وموجوده على اليوتيوب باذن الله تعالى. اون ذا اذر هاند اليوم لا، اليوم حنحكي على تكنيك تو بي اونست اتس اوت اوف ذا بوكس، يعني تكنيك فكرت فيه بطريقه انا شوي مختلفه، بما يعني صرت كثير عم بعتمد على السوفت شوز وعم بعتمد على السوفت شو هيلينج وعلى الامور هاي. صراحة فكرت بطريقة جدا مختلفة. طبعا التكنيك اليوم طورت عليها كتير وغيرت فيها شوي زيادة، فصار فيها أبجريد. طبعا الأبجريد ما راح أحكي عليه اليوم، بركي إن شاء الله بحكي عليه الأسبوع الجاي وورجيكم فكرتي كيف طريقة الأبجريد اللي عم بفكر فيها. فحنشوف مع بعض اليوم وهلأ الطريقة والتكنيك اللي بستخدمها بمناطق معينة، وخصوصا لما تكون المناطق statical areas او مناطق انا كتير همي البروفايل تبعها يكون perfect. على سبيل المثال ممكن البريمولرز ببعض المرضى اللي عندهم high smile line، هذا الكلام كتير مهم. so خلينا نبدا نشير السكرين مع بعض. هلا عم نشوف عنا سوا السكرين واضحة إن شاء الله إذا ربي يرد. طبعا التكنيك سميناها المالتي لاير بريزرفيشن تكنيك. طبعا المالتي لاير بريزرفيشن تكنيك هي عبارة عن تكنيك كان ببالي إنه أنا I wanted to preserve مش only the bone كمان the tissues، وأنا عندي قناعة تامة إنه واحد من أهم الأسباب يلي بيخلي البون to resorb هو thickness of tissues الموجودة فوق. عندي قناعة تامة يعني كل ما قدرنا نسمك سماكة التيشوز يلي فوق البون بوجهة نظري الشخصية، كل ما قللنا نسبة resorption تبع البون. هلأ صحيح انه في cases بتفتح بتلاقي كميات تيشوز كتير ضخمة بس البون رايح، هذا سببه مختلف تماما لانه اعتقد يوم القلع نفسه كان البون اصلا ما أنا موجود. هذا الشيء مختلف تماما عن فكرة انك انت تسمك اللثة لتقدر تخفف من امتصاص العظم. عندي قناعة شخصية طبعا out of my experience مش out of articles، هلا ما بعرف اذا في articles بهذا الموضوع، I'll be happy if you share them with me. تمام. طبعا نحن كلياتنا عارفين وحكينا بالموضوع وتناقشنا فيه كيف بيصير عنا الريزوربشن وكيف بدايات الهيلينج تبع الساكت، وحكينا انه من 0 days 4 to 8 weeks 12 to 16 weeks and over 6 months. طبعا these are the type of bone remodeling، وكمان اذا بنطلع عليه كمان اوقات لنحط الامبلانتس. يعني بما معناه اليوم الهيلينج بيريدز اللي بتصير عنا بالبون والتيشوز مقسمه لكثير مراحل. يعني day 0 everything is there، هذا بنسميه immediate implant placement زي ما انتم شايفين هون type 1 classification of implant placement. بس بعد 4 ل 8 اسابيع نحن عارفين انه نحن ما عندنا complete bone healing، صح انه most of the socket is filled with granulation tissue و let's say one third of the socket is filled or half of the socket تقريبا is filled with osteoid وبدايات العظم وطليعه العظم، لكن it's an early implant placement. شفتوا يعني التواريخ dates of placement إلى علاقة بالماتشوريتي of tissues الموجودة. هي نقطة كتير مهمة بتطلع بشوية فلسفة على الكلاسيفيكيشنز. هو أنت لما تطلع 12-16 weeks من 3-4 أشهر، by the way yes you have healing بس مش complete healing 100%، بس بعد 6 أشهر you have complete healing of the socket supposedly. طبعا مرات patients with bad healing أو ما صار لهم عملية excavation مرتبة للابسسز او للسيستس اللي عندهم اياها، to be honest you might not see the good healing I'm talking about. هلا اذا بنطلع نفس ما حكينا طلعوا نفس الحكي،
شوفوا بس ب 8 ويكس قد ايه احنا خسرنا من الباكل كريست لتحت. طبعا في نقطه مهمه جدا من اروجو لما قال لك اليوم الموضوع كله متعلق بالكورتيكال بليت اللي موجوده على الباكل بليت تبعنا تبع السن. طيب هل ستذهب، هل ستذهب هذه الطبقه بعد القلق ام لا؟ طبعا هذا الجواب بيولوجيكلي انا بقدر ابسط لك اياه كثير 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 كثير. بكل بساطه اذا كانت المنطقه هي عباره عن 100% كورتيكال بون، يس ات ويل بي جون. اذا كان في تحت الكورتيكال شويه سبونجي بون، نو ات ويل نوت بي جون. سو اذا بسطناها كارقام يعني اذا كانت اقل من 1 ملي سماكه البون ات ويل بي اوت، but if it's not، إذا كانت أكثر من واحد، واحد ونص أو اثنين، it will be preserved. So هاي أبسط فكرة إذا بدنا نحكي على فكرة بقاء أو ذهاب هاي اللير. طبعا أنا كتير بيهمني نفهم شغلة مهمة، من الشغلات تسقط عادة بتقييم إنه أنا do I have to preserve or just leave it like this or immediately place an implant يلي هو tooth position نفسه. كتير بتفاجأ من دكاترة انه بيكون السن كتير buccally displaced وبتلاقيه شجاع لدرجة انه بيحط حتى الimplant. To be honest this is very risky لانك انت اخر النهار التيشوز كلياتها they are not positioned in the proper place. اي سن displaced buccally معناتها التيشو في discrepancy مع باقي الاسنان، ما بتقدر انت yes you can pull بتقدر تعمل coronary، بس بدك تكون عارف انك انت لازم تعمل شيء اسمه tissue management، ومرات هذا tissue management بده يكون over exceeding reasonable numbers. اتفقنا؟ هلأ so صار عنا كتير نقطتين مهمين، النقطة الأولى سماكة الباكل بليت، والنقطة الثانية التوث بوزيشن. هاي نقطة كتير مهمة لتعطيك قرار انك انت am I going to extract immediately place أو extract and preserve or extract and leave the socket as it is. Very thin bone to no bone and I prefer انك انت you preserve. وإذا كان بالاستاتيكال اريا بالتكنيك اللي حنحكي عليها اللي اسمها المولتي لاير، أو بالبوستيريور ارياز حنحكي ما بالريزوربل ممبرينز او النون ريزوربل ممبرينز. التوث باكلي ديسبليس نيفر جو وذ ايميديت، اترك السن. لاحظوا انا ما عم بحكيكم كلام انه في بون ولا ما في بون، اي دونت كير، انا ما حكيت اذا في بون ولا لا. لاحظوا اذا فيري ثين بون بالانتيريور اريا وانت قلعت اند يو كانت بليس ان امبلانت او يو دونت بليس ان امبلانت لانه مثلا اناتوميكلي عندك مشكله، بس انا ما قلت لانه ما في بون على البكل ما تحط امبلانت. هي نقطه كثير كريتيكال لانه ببساطه انت you can simply place an implant، تحط اذا في عندك apical bone perfect resorption one third of the implant. نفس قوانين مين اللي بتذكر معي؟ يلا تذكروا تذكر yes الجي بي ار، نفس قوانين الجي بي ار. انا ما عندي so socket اذا اكثر من نص الامبلانت مكشوف من البكل I will not unless مثلا it's an implant out of 8 or out of 6 I can risk انه يلا واحدة من السته بحط عليها البكل انه نصها مكشوف، بنحط بون على البكل مضبوط مضبوط وبثبت ممبرين بشكل حلو عليها وleave it there to heal. Yes I can risk that. بس انا اسويها بسنجل توث انتيرير وبنصه اطلع بطل، انا ماني بطلع عليه، انا ماني بطلع عليه. انا بحب اكون انسان عادي طبيعي بياخذ الامور ستيب باي ستيب ليوصل لنتيجه مرتبه وحلوه. نفس القانون اللي حكينا عليه إذا بتتذكروا تبع only one الباس يلي هو ال primary wound closure، second of all ال angiogenesis، ال S stability وال S space and bone grafting maintenance. طيب كيف بدك تحافظ على هذه ال كيف بدك تحافظ على هال combination هاي؟ كيف بدك تحافظ على هال combination هاي وين؟ the socket preservation. آها معناتها عدد الـ walls الـ involved عندي بـ socket preservation is a very critical point إنه إيه؟ إني أنا أخلي أو ما أخلي إذا يصير عندي socket preservation successful أو لا. So لازم عدد الـ walls تكون well containing the graft and that
to be honest is very important in order to what? Maintaining the graft there will always and always and always give you a better result for the stability of the graft لما تعمل socket preservation. خليني أقفز مباشرة على الفكرة يلي أنا حابب نحكي عليها اليوم. طريقتنا اللي حكينا عليها قدمناها أول مرة بأرتيكل عام 2020 بفرنسا بإيطاليا بالـ Third International Symposium of Soft Tissue Management Around Teeth and Implants. وكان من الأشياء اللي كتير حبيتها كان أنه زوكيلي وقتها إجا لعنا we was so impressed بالتكنيك وحب الفكرة تبع التكنيك إن نحن we're using the connective tissue as a barrier instead of using normal barriers. والفكرة بكل بساطة بتعتمد بالمبدأ تبعها. لاحظوا مثلا socket طاير أكثر من ثلثين أو ثلث نص البكل and I can't place an implant. أي سبب إن كان، خلينا نحكي لأي سبب إن كان. فبكل بساطة باخذ soft tissues من البالت وبمسك السوفت تيشو زي من البالت وبروح فيها وبعمل شيء بنسميه wall of connective tissue, the wall of connective tissue أو multi-layer wall. And then after I place this wall I start packing my tissues, I fix it apically and then I close up everything with my sutures. طبعا إذا اطلعنا على الرول تبع الباس، أول شيء primary closure، بما اني اخذت التيشو سكرته من فوق فالبون جرافت فوقه في كلوجر even though it's a grafted material بس it's closed يعني مسكر على البون اللي تحته. This is number one. Now number two, angiogenesis, it is there because انا اصلا عم بحط regular soft tissues، عم بحط اصلا connective tissue في المنطقة من برا حيصير reconnection sorry ما بين البريوستيوم والconnective tissue مع اللي تحته and then I go and place. طبعا by the way أنا كتير مرات بحاول بالتكنيك هذا أني أنا ما أرفع البريوستيوم، أحاول أني أعمل بريوستيوم split كتير صعبة بحالات socket preservation but it's the same concept. حتى اليوم الموديفيكيشن اللي عملناه انه نحن عم نحاول انه نخفف من كميه الكونكتيف تيشو جرافت اللي عم ناخذها من البالت، فهي معلش بدي شويه وقت لما تطلع لي كم كيس وكم ريزلت واشوف النتائج تبعه ان شاء الله يا ربي بنرجع بنعمل عليهم مع بعض. حورجي كيس على السريع، كيس قديم اشتغلته من اوائل الكيسز، هي صار له تقريبا اذا الله ما كذبني الكيس تقريبا شيء 5 أو 6 سنين. قلعنا السنترال، بعد ما قلعنا السنترال كتير الوضع كان سيء بالسنترال، هم بتشوفوا ال 3D تبع البيشنت، broken tooth, loss of bone, buccal and palatal. This was the real challenge in this case. إذا بتشوفوا هون السن كيف مجرد إنه طبعا أكيد fractured tooth، أكيد كل البون resolved، أصلا التشالنج كتير عالي، we have great tissue resolved, tissue adhesence على الأسنان. وانا عم نشوف كيف انا عم بفصل التيشوز دائما بالقلع، لازم تفصل التيشو عن السن، بتشيل السن هي اول نقطه واكثر نقطه مهمه. وبعد ما شلنا السن في عنا نحن في عنا يا شباب العرب يا هنا في عنا هون، راح امشي بسرعه شوي انا باقي الابكس طبعا حاولنا بكل جهد، طبعا مثل ما اغلبكم بيعرف هون رح نحاول نحن بكل جهدنا انه نحن ناخذ الكونكتيف تيشو جرافت زي العاده زي زوكالي تكنيك فري جينجيفال جرافت، وبعد ما ناخذ الفري جينجيفال جرافت شوفوا شو رح نساوي. رح امشي بما انه هلا شفنا حنخيط مثل العاده. لاحظوا هون شو عملنا هلا هون مثل كل مره انا اللي حاعمله في طرف حنشيل الابيثيليوم من عليه وفي الطرف الثاني. لاحظوا انا صرت جديد ارسم مثل خط صغير افرق في منطقه الكفرج التغطيه اللي بدي اسوي فيها تغطيه. هون كانت منطقه التغطيه تبعنا كتير اقل، انتبهوا كانت لانه عفوا كتير اكبر، كان المالتي لاير نص بنص، لانه لو لا بتلاحظوا كان في ريسيشن كبير، فالمنطقه كلها لازم تكون ابيثيلايزد لاير. سو مالتي لاير اي مين فيها انه في منطقه شايفين وهذا الجرافت وبدينا نخيط فيه من الابيكال بارت اول شيء بنثبته بعدين نشتغل. فهون بنشوف انه في عندنا منطقه ابيثيلايزد والمنطقه الابيكال شو مالها؟ نون ابيثيلايزد، اذا كونكتيف تيشو.
وايل كونكتيف تيشو تنزل تحت التيشوز كبريوستيال سبليت طبعا بنثبتها بابيكال سويتشز من فوق، الامور بتكون كثير بيرفكتلي ثابته وبننزل لتحت. بس لا ننسى دائما وابدا، دائما وابدا باي تكنيكس وير نوت سيكينج جاست سوتشرينج يا جماعه، لازم تكون انت شوي سمارت. شوف الفرق ما بين التو نيدلز. اي ريكومند دائما باي الكيسز انه دائما وي جو with the perfect sutures, we go always with perfect sizes of sutures. هلا صرنا حتى ب 7-0 عم نعمل apical fixation لانه الهم الاساسي انه ناخذ نتيجه perfect ومثاليه. بعدين we pack the bone. What I recommend هون 70-30 او 50-50 minerals, it's a perfect combination, more than enough. حتعمل لك preservation للبون وحتحاول انه هي تتكون. لا تنسى اللي فوقك هذا كله connective tissue, it will help and aid in the thing we're doing. And then لاحظتوا غطينا. So المبدأ البسيط المهم هلا من نحكي عليها، المبدأ البسيط انه we are covering up mean, we are covering up the the graft we did from the coronal part as a plug. زي سدادة عم نسكر فيها اللي فوق. هلا بعد هيك حنستنى تكه ونشوف. طبعا ما لازم يكون في اي graft particles من برا لانه هتعمل هدول كتير perforations صغيرة وتسبب لك مثل abscess و cysts ومشاكل. so please انتبه دائما لازم تكون 100% متأكد، مو 95، 100% متأكد انك نظيف. هون سكرنا الجراف تبعنا، اوكي سكرنا الجراف بشكل ممتاز. فاذا اطلعنا عليها بشكل بسيط انا حشيل بس هذا البوكس. شوفوا كيف المنطقه هاي منطقه كونكتيف تيشو، لانه هاي المنطقه اللي شلنا من عليها الابيثيليوم وكانت بس كونكتيف تيشو، والمنطقه الثانيه اللي مغطيه هي المنطقه اللي بنسميها covering the connective tissue with a free gingival graft. تمام. هلا بنكفي طبعا techniques the temporization over the implants. طبعا at the end of the day many techniques are there. One of them which is one of the nice techniques I loved using, and by the way Dr. Anas Al-Hindi, he started really to he explained this with the course NRP بس على موضوع تاني اللي هو immediate implant placement. فبنعمل أول شيء isolation للأريا لأنه area is a lot of blood، وبعدين بكل بساطة بعد isolation أنا بعمل مثل تثبيت لهذا الكران على السنين اللي جنبي، وهدول السنين اللي جنبي بيكون بستريب من وراء أو من بواير أورثو. بس انتبهوا واير الأورثو في نقطة كتير مهمة، وهي شغلة أنا وقعت فيها وصار معنا مشكلة مع مريضة وعن جد يا الله شو صار مشاكل وقتها. مع الموضوع بسيط يعني رجعنا صلحنا الأمور خلال أقل من شهر ونص شهرين كان مرجعنا، بس البانيك تبع البيشنت خافت كتير إنه الواير اللي جابوا لنا يا الأورثو كان وقتها للأسف أكتيف واير. انتبهوا أنت يور بندينج الواير على أساس إنك أنت شو تأخذ الشكل الأرج وتثبت السن عليه. أم للأسف لما يكون الميموري الواير ويكون الواير منه ريتنتيف واير يعني هو بس للريتنشن، فممكن يكون أكتيف يرجع دف مين دف واحدة دف اللاترال. وقتها كان سوري دف اللاترال لانه كان عندي سنترال اللي بالنص نفس سايد كيس، فدفل لي اللاترال لبرا وصار ريبوزيشن ورجعنا وعملنا له مثل الاينر واحد او اثنين وزبطناه للدنيا ورجعنا كل شيء لمكانه. ولكن باخر النهار القصد من كل هالكلام هذا انك انت اليوم ما انك مضطر تدخل بهالريسك. خذ ريتنتيف واير اذا بدك، فايبر ستريب از بيرفكت، كومبوزيت ستريب كمان في ناس بتسوي من كومبوزيت، في ناس بتحطوا وايرز تبعون الدنتشرز بيحطوا واير فوق واير تحت كمان is a perfect idea عشان ما يصير rotation للسن. وبعدين عنا هون منشوف هون الفيكسيشن، شايفين من ورا حاطط أنا الواير هون healing بعد 10 أيام. هذا الهيلينج بعد فترة. يا جماعة رجاء اطلعوا شو صاير عندي هون. صاير عندي ان البابلا ما اختلفت بفرنج، يعني هي صارت perfectly positioned perfect in area. هرجع صورة لورا عشان تشوفوا طلعوا عليها كيف كان شكلها للبابلا. كان في انخماص للبابلا، ما كانت مزبوطة، كان السن باكل بوزيشن. كان شوفوا هون الابكس تبع البابلا، ونشوفوا البابلا هون. بس لما تنزل لتحت اليوم شوف وين كانت البابلا، شوف وين صارت البابلا. اوكي this is very nice and important. طبعا شوفوا كيف الريزوبشن، بس عشان نفهم شو اللي عم بيصير بالبيولوجي هون واضحة الامور بكل بساطة. هذا اللي انتم شايفينه، هالبومبية هي مش بون، هي تشو.
تخيل انه هذا التيشو تبعنا، سماكه التيشو، شوفوا قد ايه ثن البيوتايب هون. فهون صار عندنا انه في عندنا فيري لاير اوف بون، هون الامبلانت ان بليس بيرفكتلي بليسد امبلانت، رجعنا خيطنا بعد الاكسبوجر. هذا المنظر تبعنا كان لما فكينا الكراون، هذا بيفور، I will show you before and after. سوري هون ما في، خليني اورجيكم هون هي الصور، شوفوا كيف الاند ريزلت تبعنا. طبعا again another case, one of the cases that I really like and love. نفس الفكرة، المالتي لاير كيراتينايز لاير ونن كيراتينايز لاير، طبقة منشيل من الكيراتينايزيشن، طبقة ما من نترك عليها الكيراتينايزيشن. هذا السن فيه very big internal resorption، بكل بساطة عملنا socket preservation تبعنا، حطينا البيشنت وقت فليبر، ما قدرنا نلزع الأسنان من ورا، بعدين طبعا لزقنا لأنه هذا كان immediately بعد الكيس، تمام. وبعدين رجعنا هيلينج. ومن الكيسز العظيمة صراحة، ما بعرف ليش ما عندي الاند ريزلت تبعها، بس واحدة من very important cases that I did، هاي الكيس كانت حلوة. anyhow بنشوف واحدة ثالثة، هاي من الكيسز الرهيبة اللي خلصت، بس كأنه هاي البرزنتيشن شوية قديمة، لكن at the end of the day we preserved everything and by the way we had pregnant tissues in this case. So another case مهمة كمان اللي هي عملنا هون بالفرق فيها very we have a good keratinized tissue بس كتير رقيقة، وهذا اللي صار هون ان احنا حطينا socket preservation، قلعت كل شيء، نظفت كل شيء وعملت socket preservation. ونفس العادة هون non keratinized، اذا بتنتبهوا شايفين هون كانت هون non keratinized وهون keratinized area تبع المالتي لاير، تمام. وبعدين بنشوف بهاي الكيس هون من السايد فيو تبعها للكيس، وبعدين طلعوا على البيوتيفل تيشو كونتور. بدي اياكم بس تشوفوا الفرق ما بين الكونتورينج تبع التيشوز عند منطقه الكناين وهون. شوفوا اي بريب توث، هون الكراونز ار انسرتد. طبعا هي البيشنت اجت ريكول، بدي اورجيكم الريكول تبعها بس يا رب اتذكر اسمه. عندي مشكله بالاسم. طيب سو شوفوا هون، شوفوا الـ beautiful tissues. طبعا everything stayed the same, exactly the same. The bone levels are حتى أحسن من هون، كل الـ bone levels كانت والنتيجة النهائية. طبعا آخر نهار multi-layer technique، الهدف منها to preserve the tissues with the bones, two different points. فبس from one perspective، نفس السيرجري connective tissue graft مع socket preservation، I will preserve both and then I can go for both. I can hear your questions. يلا اللي حابب يسأل يا شباب على التوبيك أنا جاهز، تفضلوا. أهلا وسهلا. من عيوني حبيبي. هلا طبعا انا مشكله زي ما قلت لكم، بس بتشوفوها احلى بتشوفها احلى باذن الله. بي وين لما يكون على اليوتيوب ان شاء الله الموضوع بتشوفوا احلى. بس هي انا حمشي هون، شايف بعد ما عملت انا، سوري خليني امشي الترم هون، انا حرجع اشير السكرين، بترجعوا بتشوفوا زي ما قلت لكم ان شاء الله على ال فهون. طيب خليني انا اوكي، انا ان شاء الله برجع بشير لكم بالضبط كيف انا باخذ الجرافت وكيف بنعمل سبلت وكيف بنعمل ان شاء الله socket preservation باذن الله تعالى، بشير لكم اياه
وبحط لكم اياه ان شاء الله على الجروب، مع انه باي ذا واي في يمكن واحده من الكيسز اللي حطها، بس لا بحط لكم المقطع هذا بشكل واضح كيف نحن بناخذ الجرافت وكيف كيف مو بناخذ عفوا، كيف بعد ما عملنا له المالتي لاير تركنا منطقه كيراتينايز منطقه نون كيراتينايز، كيف اي انسرتت ان وكيف السوتشرنج تبعه، وهي البيسك تكنيك. وبعدين في عندنا الموديفايد تكنيك الى طبعا فلسفته والى طريقته والى استطباباته، ولكن الموديفايد تكنيك خلينا نحكي انه هلا ما راح نحكي عليها قبل ما نخلص الدوكيومنتيشن تبع ريزن. عيوني دكتور حاضر. مين عنده سؤال ثاني يا شباب؟ لانه لو بدي اسجله هلا فيا اونلاين ما راح يطلع مزبوط، وللاسف انا بعرف شو اللي حيصير عندنا مشكلة للأسف تقطيع وتقطيش ما راح يطلع واضح، فخليني أنزل فيديو كامل وأنتم بتشوفوه على رواق بإذن الله تعالى. أوكي خبروني. مين عنده سؤال تاني يا شباب؟ تفضل يا غالي. You have to push the button in the middle of the screen. يعطيك العافية دكتور. يعافي عمرك يا دكتور عواد. دكتور الغالي، إذا جتنا حالة في امتصاص كامل بجدار الدهليزي للسن بعد القلم. نعم. هيك حالة ممكن نحن بهالطرق البسيطة هي يعني. طبعاً. طبعاً طبعاً طبعاً. أهم شيء إن يكون تجريفك للآفة كتير كتير ممتاز، وتجرف المكان بشكل كتير كويس، وتنظف الوولز تبعوتك تبعون الاريا، وبعدين بعد ما انت نظفت الوولز ونظفت الافه بشكل بيرفكت، انك انت تنتقل للمرحله الثانيه اللي هي مرحله الانسرشن اوف ذا جرافت. وبعد ما تعمل انسرشن اوف ذا جرافت لازم يوصل دائما التيب اوف ذا جرافت لازم يوصل فوق منطقه الاكستراكشن ب 1 ل 2 ملي، يعني طول الجرافت بتقيس انت من الداخل. طبعا هي مشكله بدك تاخذ شيء عملي، بدك تطلع على مرات لما ان شاء الله لما باذن الله اذا ربنا يسرنا وبنشوفنا بعض بكورس بنشوف كيف انه بنقيس كيف بنقيس الديفكت، وبعد ما اقيس الديفكت كيف برجع على البلت وباخذ وبرجع بعمل السوكت بريزرفيشن تبعي، السوكت تكنيك تبع البريزرفيشن تبعنا. حلاوه الهاندز اون. لا لا ما لنا بداعي، لا لا ما هون انا ما بستخدم ابدا ممبرينز حكيم. المكان الوحيد اللي ممكن افكر استخدم فيه ممبرينز بهي التقنيه اذا بنحكيها المالتي لاير بت ويذ امبلانت، يعني انت ما بدك تكشف الزرعه، في شروط معينه في اسباب معينه انت بدك تعمل الزرعه وان شوت، يعني الا عدك تزرع بدك تعمل المالتي لاير تكنيك. سو بتروح بتحط الامبلانت مع المالتي لاير. في عندي 4-5 كيسات الحمد لله بجننوا امورهم ممتازه، ولكن هون احتمال تضطر تحط ممبرين لانك انت عندك امبلانت صار تحت، فانت خايف من موضوع انه ما يصير عندك بيرفكت ايزوليشن للجرافت. لكن اذا انت ما عندك امبلانت تسويها للتكنيك 4-5 شهور تاكد تماما انك انت حترجع تلاقي عظم ما بيقل عن 80% من الشيء اللي كان موجود اول، حتى لو البقل كله رايح، لانه زي ما قلت لك ايماني الشخصي بالموضوع انه كثير له علاقه موضوع انه سماكه التيشوز اللي عندنا اياها. هلا في بعض الكيسز وهي من الموديفايد تكنيك، خلينا بس اول كلمه موديفايد يعني هلا شغله جديده عملناها، انه عشان ما لانه مشكلتنا لما عم ناخذ مرات خلينا نحكي ثنيه، والثنيه شوي طويله طول الجذر على الاقل زي ما بتعرفوا 10 12 13 ملي، وبعدين منطقه الكورونال او منطقه المكشوفه 7 8 اذا كان عريض، فطول الجرافت وصل ل 20 ملي. 20 ملي معناتها البلد كامله. مشكلتنا بتقنية المالتي لاير انه لازم يكون العرض هو قد عرض الثنية تماما، ما بصير يكون اصغر، لانه لو كان اصغر اوكي الستريب حلوة وحتعطيك، بس شو بتصير مدببة زي الحالة اللي شفتوها، هاي حالة من الحالات اللي تجمينيا نفدنا بس ما كانت هيك لازم تكون، كان لازم تكون احلى، بس لازم يكون الجرافت اعرض، مش لانه حيصير الشرينكج، لا ما بصير فيه الشرينكج كونكتيف تيشو، بس الفكرة عشان تقدر تغطي الحليمات وتعطي قدرة للحليمات انه تطلع وتعطيك اكثر بالمستقبل. بما معناه انه انا لازم اليوم اعمل شيء يخفف من حجم الاخذ تبع الجرافت من ورا، فاضطرينا نلجأ للممبرينز الكروس لينك اللي ذوبانها كثير طويل ومديد بنسميها بالابيكال بارت، يعني مثلا يصير اقل شيء طول الجرافت من برا 5 ملي. طبعا هي موديفايد، هي خلينا نحكي ادفانسد شوي، ما راح
يعني فهون المكان الوحيد اللي بنستخدم فيه ممبرين مع التقنيه. زائد ممكن اذا انت بدك تحط امبلانت، معني انا ولا مره سويتها مع امبلانت، يعني كل المرات اللي سويتها مع الامبلانت نفس التكنيك نفس اللي انتم شايفينه وما سويت من دونه. يعني إذا جاء مريض محول من طبيب خارجي وصار له شيء 3-4 أيام وقال أسلمه بس مو حاطين في بالهم حسبان إنه السكت بريزرفيشن، ممكن نتداخل نحن ونجي نعمل إجراءاتنا بعد فترة؟ لا والله يا حكيم، لا والله يا حكيم، للأسف لا والله، للأسف لا والله، لأنه أنت عم تدخل بريسك الجرانيليشن تشو والحالة الالتهابية كيف وضعها وكيف ترتيبتها، ما لها داعي. خلص استنى استنى، شوف شو بده يصير مع البيشنت هيلينج، شو اللي حيصير بمرحلات الهيلينج، بمراحل الهيلينج اللاحقة. ممكن تدخل ايرلي، يعني 4 لـ6 أسابيع، عرفت؟ بيكون السوفت تيشوز هلا سكرت، بيكون كذا، حتفتح حتلاقي البكل كله طاير، وقت انت صاحب قرارك، يا اما انك انت تعمل جي بي ار وتستنى 4-5 شهور، بس بتكون اخرت المريض 6 أسابيع، سكرت اللثه، وقت بتفتح عادي وبتعمل جي بي ار وبتبني اذا كان كثير البكل ممتص، اذا كان البكل نص ثلاث ارباعه مثلا موجود بس رقيق وانت شايف ممكن تحط الامبلانت وتعمل ترميم بسيط وترجع تسكر، يعني خلص صارت بالنسبه لك كلاسيك الامبلانت مع كلاسيك التكنيك. لكن 3-4 ايام بعد القلع اي دونت ريكومند تو جو with it. شكرا. على راسي يا حبيبي، اهلا وسهلا. قولوا لي يا شباب مين عنده سؤال ثاني؟ حبيبي يا دكتور بلال تفضل يا عيون. الله يسعد اوقاتك يا دكتور. ويسعد اوقاتك يا عيون. لا لا انتبهوا يا شباب انتبهوا، شو يعني فول ثيكنس حكيم؟ اعطيني شو يعني تعريفك لفول ثيكنس. يعني وصلت انا للعظم تماما. غلط، هذا اكبر غلط بيصير باخذ الطعم اللثوي من البلت. دائما هاي طريقه زوكيلي اللي حكينا، زوكيلي تكنيك اللي انت طريقتك انت بتدخل فقط بالبليد وما بتستخدم ابدا، ما بتستخدم ابدا رافعة السمحات، وبتدخل بزاوية معينة وبتعمل بتعدل ايدك لتكون تاخد ثيكنس وتترك على البون طبقة من الكونكتيف تيشو والبريوستي. لانه اذا انت تركت العظم دينيود انت لازم تغطيه، ما بتقدر تتركه، لازم يضل مغطى مينيموم 2-3 أسابيع، اوكي؟ فلازم تعمل للمريض ستنت او لازم تحط له شغلة بلس. الهيلينج كتير سيء وكتير مؤلمة، اما الطريقة اللي عم نحكيها كتير بتخفف الالم، ريسك انه يصير مع البيشنت مشاكل ومضاعفات كثير اقل. عشان هيك اذا حتى بنحكي لما نعمل العملي ونتدرب على القصه بنحكي كيف انك انت حاول ما تلمس العظم، انك انت بس عم ترسم رسم وتحاول انك انت قد ما بتقدر تهرب من العظم ما تلمسه عشان ما تخرج البريوستيوم وتزعل البريوستيوم. عرفت علي صديقي؟ تمام دكتور. هلا نحن بكل الحالات بناخذ نحن مسج الكريتيريوم مع كونكت. برافو عليك. هلا هاد ايوه برافو برافو عليك، بتاخذ اف جي جي، انت بالمعنى البسيط انت عم تاخذ فري جينجيفال جرافت او باللغه العربيه طعم لثوي حر، يلي هو عباره عن طبقه كيراتينايز وتحته كونكتيف تيشو، هذا اللي انت عم تاخذه من البلت. مية بالمية منشيله بالمنطقة اللي حتنزل تحت اللثة. نعم؟ كلوبس بتكبير 5 انا قادر شوف هذا الشيء وافصل. بلوب تكبير 5 رائع يا دكتور، مع إضاءة حلوة، إضاءة كويسة من اللوب، يكون فيه ضوء كويس وقوي، رائع، بتشوف كل شيء، بتشوف كل شيء. يعني أنا كنت أشتغل على لوب 3.5 لما كنت أول ما بديت بالتكنيك، ما كنت أشتغل مايكروسكوب وكذا، وبعدين من وقت قررت انه الان بدي اشوف كثير منيح وبلشت حطيت لوب، جبت لوب 6 ما عاد كفى، جبنا الميكروسكوب. لا ممتاز اللوب 5 شريك، ممتاز جدا جدا جدا، بس اهم شيء الاضاءه. يعني قد ما كان تكبيرك بيرفكت، اذا ما عندك اضاءه حلوه انت ما عم تشوف انعكاساتك، فالابيثيليوم حلاوته شوي لماع والكونكتيف تيشو حلاوته مطفي، فكمان هذا بيعطيك القدره انك تفصل. من عيوني شو هالحكي، اهلا وسهلا دكتور. حدا عنده سؤال ثاني يا شباب وصبايا؟
تفضل يا باشا. تفضل دكتور، لا تنسى الزر بالنص يا دكتور. المنطقة اللي أخذ منها بقبة الحنك طعم اللثوي، كيف بتغطيها بعدين مشان يصير الشفاء وما يتضايق؟ حكينا عليها كذا مرة، حكينا عليها كذا مرة. بنحط مثل كولاجين بلاك، كولاجين، كولاجين بلاك أو كولاجين ممبرين، مو ممبرين الغشاء تبعنا، كولاجين سبونج كبيرة يعني، بنسميها كولاجين بلاك. أوكي، بنحطها بنقصقصها على قد القياس تبعنا، وبنعمل خطه، بنعمل خيوط انتربتد فوق، بنسكر عليها بخيوط انتربتد. بتقدر تشوف في كذا كذا فيديو بالقناه، اذا رجعت لقديم قديم بتشوف في فيديوين او ثلاثه كيف بنسكره، واذا ما في عيونك بنرجع بنحط واحد جديد. تؤمر حبيبي. هلا غيره يا شباب، حدا عنده سؤال ثاني؟ بيرفكت. اليوم من الشغلات اللي هيك حابب ان شاء الله يا ربي احكي عليها شوي كمان، الستايل لايف تبعنا كدكاتره اسنان، كستايل لايف هيك، كطريقه حياه، كطريقه. بتذكروا نحن مره قعدنا حكينا بالبدايه انه انا بدي الحريه الماليه، وانه انا بدي اعيش، اي ونت تو انجوي، مش عارف شو. طبعا اليوم في شغله مهمه عن طبيب الاسنان اللي هي الستايل اوف لايف تبعه. انا عم بحكي هذا الكلام للأسف نابع عن تجربة شوي مزعجة لي، اللي هي أنه أنا بني آدم دائما عندي ألم بظهري بسبب يمكن شوي الطول، مرات بكون نقمة. فهذا الطول خلاني دائما مضطر أنه I have to go further، وأنا دائما أهتم بفقراتي وعضلات ظهري وعضلات جسمي بشكل عام. طبعا من الأشياء الجديدة الحديثة اللي صارت معي أنه صار عندي ألم بالركبة. طبعا رحت على فيزيوثيرابيست، طبعا تفاجأت بطريقة اللايف ستايل الغريبة اللي نحن عايشينها بحياتنا، وبعدين بيجي آخر نهار دكتور الأسنان وبيصير معاه مشاكل غريبة مع إنه إنسان رياضي أو بيلعب رياضة، بيلعب باسكت أو بيلعب كورة أو وات إيفر. سمالي اللي هي الانترفل، السادن انترفلز. كيف معنى السادن انترفلز؟ عنده عم بيقصد إنه أنت بتكون ماشي برتم حياة معين، بعدين تيجي بمرحلة معينة بتعمل جهد رياضي على عضلاتك ومفاصلك بشكل كتير عالي. طبعا هذا باعمار صغيره اتس فيري نايس اتس فيري جود، ما عندك مشكله فيه لانه جسمك بيعمل كومبنسيشن وما عنده مشاكل. بس كل ما تقدمت بالعمر وما انك متعود على السدن يعني تشينج اوف فيزيكال اكتيفيتي على جسمك، طبعا اكيد انا متاكد 100% انه ما حدا بيسخن ولا حدا بيعمل ريكفري لا قبل ولا بعد الرياضه، اوكي، فبصير عندنا مشاكل بالاوتار والاربطه، فبيسوي التهابات. تخيلوا بالبادز تبعون الاربطه تبعون، او عفوا بالبادز تبعون الغضاريف اللي نحن نص مسؤوله عن الكونتيننج تبع موضوع الركب والامور هي. سو بليز يا شباب ويا صبايا، الشباب الجديده دائما اتركوا، ما في شيء اسمه ما بقدر، لانه كل شيء له شيء. مثلا لاعب الرياضه المهم او لاعب الرياضه الثقيل او اللي عنده شغله رياضه دائما مركز على الريكفري ودائما بيركز على التحمايه. احنا كشباب وصبايا دكاتره اسنان لازم نعمل شويه تمارين رياضه باليوم. يمكن تضحك وكل تمارين ما بتتجاوز 10 to 15 minutes. ما تقول لي ما عندك 10 ربع ساعه تقوم عليهم، يعني سوري الصبح وانت فايق بعد ما غسلت وجهك وفرشت اسنانك، قبل ما تساوي اي شيء ببيتك، تخيلوا وانت واقف ولا على الكرسي تمارين كثير بسيطه، خصوصا منطقه الاكتاف واللي هي كثير مهمه، منطقه هي بلس منطقه الركب والهامسترينجز او العضلات تبع الفخذ بشكل عام من الجوانب ومن الداخل بلس اسفل الظهر. هدول الثلاث عضلات كثير مهمين، وخصوصا للناس اللي عندها ضغط شغل مهم وعندها ضغط شغل قوي. السباحه كثير حلوه اكيد، بس كمان في تمارين تخيلوا يعني قد ما كانت السباحه بيرفكت، مرات نحن اصلا لما ننزل نسبح ما بنسبح صح اصلا. فيعني تطويل عضلاتنا والقصص هي كثير مهم، وهذا الشيء كتير أساسي لتضلك مستمر بالمهنة وتضلك قادر على أنك أنت تقدر تعطي أكتر وأكتر بهالمهنة وتقدر تضلك عم تعطي نتائج أحلى. إن شاء الله الله يسعد أوقاتكم جميعا، وأي سؤال على الجروب أنا جاهز. أهلا وسهلا فيكم حبايبي، خلي لي إياكم، والله يعطيكم العافية.